بالجين تاول بلاش بالزين هذه شو اسمها حلق الويد حلق الويد حلق الويد حلق الويد شط الزبيره تحديد نبزه اللي برشا عباد ما يعرفوش بيجا فيها بحر معناتها الساعه هذه ما يعرفوش بيجا فيها شريط ساحلي كبير برشا فيها بحر مزيان احكي لي شويه متعرف عليك انت منين جيت ديجا بون انا ولد بلاد من بيجا لله محمد رسول الله بحر ثم الزوارع ديجا ما نعرفش علاش ثم واحدة ثم الادواش وفما خاطر اول ما جيت اليوم برك ما عاملين الموجودين الادواش نحاوهم ما فهمتش علاش على الاقل كانوا يجيو فما شكون اللي يجي بيت ثم شكون اللي يجيو عائلات ويباتوا جا جيت البارح ما فما حتى جاي فهمت هذيك الزوارع بون لان منظر ما شاء الله صلي على النبي نحكيو كمنظر مي هنا ناقصه برشا حاجات ثم معناها تحس ناقصه برشا يعطيك الصحه حسيسه ناقصه لهوا حتى الطريق انا طلعت بكهربتي حبيت نمشي للمقاسب جا المقاسب ما شاء الله مشيت لها عامله ولا عندي كهرباء اخرى كبيره مشيت ما شاء الله مشيت بكهرباء عادي وصلت شر الطريق حتى ولدي يحب يمشي ولدي اللي خليته ديجا يعوم هو غادي انا جيت تو راجع من نجيب ساندويتشات واه مازال ما فما حتى شيء مش نجيب قاضيه ونجيب معناها الاولاد مع قاضي باش نلقى كل شيء انت بكري قلت هي بلاصه مزيانه معناتها كمنظر طبيعي روعه ولكن ناقصه قلت تفتقر لبرشا حاجات مرافق حيويه تفتقر صح بالضبط ثم مثلا نورمالمون فما لو مينيموم فما ساندويتشات فما حاجه معناها برشا ناقصه برشا حاجه برشا لهوه خاصه الطريق اول حاجه هذيك الطريق اول حاجه خاطر بنيه تحتيه حاجه بلاش طريق دونك رانا مش نجمو نعملو حتى شيء فهمتني الطريق هو كل شيء اول حاجه طريق ومن بعدها كل شيء يجي وحده يجي في الطريق خاطر بالرسمي خاصه المقاسب انا بالرسمي خاطر المقاسب نحكي لك عندي الترتيبه المقاسب الزوارع ومن بعد هذه حتى الزوارع فزلوه قلت مشيت البارح فريمون شيء اسف فهمتش انا دوش كانت على الاقل واحد يخرج يعمل دوش يعمل حاجه التواليت يعمل حاجه فريمون قهوة زي ثم قهوة هي ديجا كان غادي زي طيحهم فهمت عليه ما تفهم نقص المشاريع معناتها يعطيك الصحة ناقصة برشا لهم ماذا بينا لو كان ولو كانت الهاو بها وينظفوها يعملوا لها معناها بلاصة مزيانة كي من هكا ما شاء الله هين نحكي طبيعة ما شاء شو ويت بحر جبل ما شاء الله معناها ماهوش نادرا باش نقولوا تلم ثلاثة حاجات محلاها عندنا البحر عندنا الغابة عندنا الصد عندنا الماء حلو بالضبط ماء كل شيء ما شاء الله بلاصه فيرج معناتها في ايه بطبيعه غير ما تحكي عليها احنا علاش نجيو انا يعني واحد يمشي لاي بلاصه اما فريمون لهنا كان ديما نحب بلايص بلايص لفيرج ديما هكا كنت قبل نمشي كابانيغرو زاده فهمني نمشي كابانيغرو نمشي لبعض ديما هكا ديما نحب نمشي لبلاصه فيرج اما برجوليه نقصد برشا حاجات برشا برشا معناها واحد عنده كهرباء صغيره ما يمشي يمشي مش يتحرك بطبيعة كدولة ما شكون الدولة هما لازمهم يتحركوا أول حاجة خاصة الطريق خاصة المقاسب بالرسمي خاطر المقاسب فريمون على مشيت لها تسحب المقاسب قاعدة في قلبك إيه بالحق خاطر بالرسمي المقاسب نحكي لك بلاصة ما شاء الله روعة روعة أنا عاملها وكي مشيت وكي وعندي تصاور هبطت من الأولاد صحاب وين البلاصة هذه وين يا عمري هذه راه في بيجا ما فماش في تونس بلايص بالحق صور أنت تلقى مصورة كي تصويرة وبحذاك حوت وندرا شناهي واه بالرسمي عندي تصاور توا موجودين فهمني لاولادك اليوم وين البلاصه وين الحسيكه من بلاد عباد ما يعرفوهاش معناتها خلينا نلخصوا كلامك معناتها انت تو تطلب من السلطات المعنيه ناس يخص الامر على الاقل يتحركوا شويه بلاصه كما كي سياحيه علاش لا توليش معناتها تنافس بلايص سياحيه اللي عندنا في تونس اللي تعبيتنا بالاكتظاظ او عندنا بلايص فيرج مازالت معناتها فيش برشا حرك علاش لا ما ندعموهاش هكاك انا بالضبط انا نرى في حال مثلا ثم صفاقسيه لنا ريت ثم عبيد صفاقسيه لنا موجودين مع جاو من صفاقس جاو لنا هيك فهمني انا شفت تويكا زيد نحكي على ولد بلاد معناها غادتني واحد تويكا يحكي قال شفنا برشا حاجات معناها يلو توا واحد بركة فهمني ابسط الامور قال لك انا ما فهميش دخان لهنا باش يشري سيجار متغشش الراجل وعامل حاله فهمني ولا هذاك باش يروح لبلاده ومثلا باش يروح لصفيق باش يحكي باش والله باهيه فهمني ولا لا زيد احنا زيد لازم نتحرك بالحق احنا ولاد الجهه ولاد بلاد نحكي ولاد جهه فريمون يلزمنا شويه هكا شويه نتحركوا شويه بالحق انا جيت فهمت شفت كان ثم ريستورون هو كبارامون غاديكا مش حتى ريستورون هكا مسكين مسايب غاديكا فهمتها ولا لا لي باللي مويا هذوما انا من الشراب باش ينجم مسكين باش يعمل حاجه راه هو يحب يطور فهمتني فريمون رايك شوف ما شاء الله معناها ليزي سباس موجوده كان جيت سامحني في بلاصه اخرى هذيا في ولايه من ولايات اخرى راه روعه ما نبعدوا بعيد كوكو بيتش في بنزرت بالحق عالم اخر بالرغم ما عندهمش وما عندهمش المشي هذايا فهمتني
اللي كمنظر واحد هذا يا اخي بو صحيح غادي هيك بحر كيما نقولوا احنا فيرج نظيف و ما تلقاش هيك جبل. زيد نحكيوا زيد على بحر الزويره زيد من انظف واحسن البحورات اللي عندنا في تونس. نحكي على غابه ما شاء الله مزينه على الاخر معنى هذايا كمنظر طبيعي. حلق الواد ومع الزويره بصفه عامه فهمتني خير برشا من كوكوبي معناها كمنظر طبيعي فهمني. ماش نحكي لك ك مثلا ديمو يعطيك الصحه استثمار ودزوا معاهم وعبيد دز معاهم وكولايه مثلا تلقاها دز وندرا شنو كلها دز معاها لان انا اللي راه فيه كل واحد معناها ما كيما نفسي يعطيك الصحة. كان عندك واحد برا شوفوا كل شكون يعاون فيه تلقاك واحد هيك مسكين تلقاه وحده المواري بلدية تتلهى بهم باركين كيما شوف انا باركين لا علاقة فهمتها ولا طريق لا علاقة فهمتني على الأقل أخويا تلهاو بها شوية صدقني جو سوي سيورة اللي هي باش تولي من أحسن بلاصة موجودة صدقني في الجمهورية متأكدة سوي خاطر كي تشوف أنت المناظر هذي والعباد كلها راه ما نحكيش حتى على روحي. اي واحد راه يحب يجي هكا يجيب ولاد ويجي يتفرج كيما يقولوا يلقى غابه يلقى بحر يلقى كل شيء الناس كلته فهمتني شوف حتى وسط البلاد في تونس مثلا ما فماش بحورات لا علاقه واحد يدخل صدقني تبقى جمعه كامله وريحه الحشيك الوسخ تبقى مزيد في بدنك كما كنت تحكي مدام دمج بحذا يا شبرك سمعت كنت تحكي قلت ما تهوج العبيد تولي تحب تبعد على الاكتظاظ تبعد ما على بلاس تكون معبيه برشا والعبيد بالبيت تولي تفرقس على بلاس كما كي معناتها بلاس فيرج بلاس محلاها هي بتبيع العبيد تحب تخرج تحب تخرج من البلاد برشا ناس تحب ما حدش ملت من البلاد تحب تخرج تشوف الطبيعه تشوف البحر تحب تشوف حاجه جديده. بالنسبه لنا نحن مثلا نخلينا بنزرت ما بحرناش نمشوا نحوسوا فيها بنزرت ما نبحروش فيها مثلا نمشوش لبلاصه اخرى ديما نحبسوا بلاصتنا لكن بلاصتنا نحن نقص حاجيات الاساسيه مثلا الزويرع. مثلا انا واحده من الناس كنت نحب الزويرع بحر نظيف وفيه فيه الحاجات الاساسيه فيها مثلا التواليت فيها الدوش فيها المواد الغذائيه يعني كل شيء تستحق قهوه ولا حاجه الظوم الباز الموجودين فيها فهمتني. طبعا بصراحة مشينا البارح ما لقينا حتى شيء فهمتني. نحن برش حاجات مش بنهاش من الدار ونقول طو نشرو من الشارع وموجود اي ما لقينا حتى شيء قلنا طو نشرو من الشارع فاش قام باش نهزوه. وانا ما نكذبش عليك بالنسبة لي انا تعطيني قهوة ونتفرج في البحر واموري هاني خير من العشاء بصراحة. البارح ما لقينا حتى شيء حسبة اخرى مستانس الزوير حك اللمة وك الجو ما ثميش مقيني بصراحة. زدنا الحصيل ومشينا اليوم على اساس ماشينا المقاصب ولدي يحب المقاصب فهمتني. رجعنا ما غادي نصف ما عديش الكياس فهمتني والمقاصب زادة مشينا له عمناول بصراحة بلاصة نظيفة ومنظر طبيعي بصراحة مش نورمال. معناتها اليوم عنا بلايس محلاها عنا بلايس بالحق كينك في حلم بلايس مزيانة ولكن تفتقر اليوم بالحق لأهم أهم حاجة بنية تحتية اليوم تفتقر تدخل رسمي بالحق من الدولة ما فهمش وما تدخل من الدولة اليوم ما فهمش معناتها أبسط حاجة مرفق كحيوي باش يحرك شوية البلاصة ما فهمش اليوم كخطة كاملة سياحية تنشط البلاصة هذا شو تقصد معناتها؟ هذا هو اللي نقصد فيه يعني. وأنا واحدة من الناس يعني كإنسان مهمشة وك بصراحة من رأيي إني حاجات بسيطة نشوف فيها يعني. أبار الكابة أبار طريق شوف حاجة بسيطة هذية بتجي بلدي بتعمل بيفيت وتعمل وتعمل سنتر صغير وتعمل أدويش صدقني حتى أدويش مثلا وتواليتات مثلا تكريهم في العام تكريهم مثلا لشكون فهمتني يتلهى بهم وينظف واللي باش يدخل مثلا باش يعمل دوش ولا باش يدخل باش فهمتني ولا باش يدخل مقابل صحيح ولا لا معناها صدقني توا هذا في حد ذاته استثمار هذا في حد ذاته استثمار سوبرات صغيره سامحني فهمتني واحد باش يسحق ولده باش ياخذ حاجه ندرا شنيا حتى واحد باش يبيت لنا ثم حاجات تفسد ولا حاجه باش ياخذ حاجه صغيره هكاي لنا صافا علاش لا معناها ثم حاجات بالرسمي راهو ثم حاجات لو بالرسمي احنا مشكلتنا السلطات كبلديه والا معتمديه والا ولايه ما نعرفش يعطيك الصحه ما يدعموش نفسي بالحق بالرسمي خاصة بيجا راه فريم بالرسمي راه انا بكم بخدمتي نعرف برشا درت برشا ولايات فهمتني ولا لا صدقني يمكن جمهوريه كامله درتها بالحق في بيجا لنا اك السلطات اسمهم منهج اليوم بالعاني ايه بالحق لا ولادي سامحني لا ولاد بلاد
هما اولاد البلاد اخي، شكون شاهدها في باش اولاد البلاد؟ هما عادي نفسي نفسي انا اللي رافيه مثلا ما يجيش يدعم لك ولد بلاد ولا يدعم لك البلاد، فهم صاي شد بلاصه شد ولي ولا شد معتمد ولا شد اللي هو تي فكر صاي يضرب شهريته وحظ مرس فيه شي تيب. سامحني هي في سؤال نخدموا بيه اليوم باجه، الناس كل نعرفوا كيقولوا باجه يقولوا زلابي واخوهم مخارق، نقولوا جبونات ما نقولوش بحورات ما نقولوش سياحه ما نقولوش غابات، هوني مات المشكل في شكون فيكم انتم كبلاد الجهه ماكمش قاعدين تسوقوا بلاد جهاتكم وتحكيوا عليها ولا المشكل في المسؤولين؟ المشكل في شكون؟ المشكل في المسؤولين، نحكي المشكله في المسؤوليه ولا بطبيعه لا ولاد الجهه. سامحني هي 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 ولاد الجهه شكون وصل؟ هي شكون عرفها توا حاليا؟ سامحني هيك شوف فيها انا من ولايات اخرى فهمني جايين، شكون وصل؟ ولاد الجهه المسؤولين هما اللي يقفوا على بلاد. راه في الاخر مدام كلمه الختام كلمه الختام بلادنا باهيه برشا وسيرتو باجه، بحوراتها باهيه، بحر الزوارع، بحر المقاصب، حلق الواد، يعني بحورات باهيه، اما يلزم يوفروا فيها الحاجات الاساسيه، مش نطالبين حاجات كبيره. وثم الحاجه اللي حبيت ناكد عليها برشا، انا نشوف في برشا يعني شباب والكل يحب يخدم فهمتني، تو هذاك مثلا ما يجيش باركينج الكل تاع كراهب، اما الشباب يحب يهرب من البيطار ويحب يهرب من التهميش وبرشا حاجات ويحبوا يخدموا ولاد البلاد فهمتني، لكن ما لقوش الحاجات الحصيلة ما لقاوش الدعم. وتواليت مرهونة سوبريت وتواليت كي أدويش فهمني، باش حتى واحد كي يجي فهمني يا اخو راح يعطيك الصحة حاجة ضرورية هذاك هو شنو.